طيب عاد إلينا من جديد الأستاذ عفيف كشوك رئيس المرصد التونسي للسياحة. أهلا وسهلا أستاذ عفيف، وطبعا نريد سريعا أن نمر على المشكلات التي مر بها القطاع السياحي في تونس خلال سنوات حكم النهضة، مع العلم بأنه قطاع السياحة من أبرز القطاعات التي تعتمد عليها الدولة في الموارد والعائدات بالعملة الصعبة. والله في عهد النهضة السياحة التونسية عاشت من كارثة إلى كارثة، يعني منذ ثورة 14 جانفي 2011 فإن السياحة ما عرفت إلا الأزمات من العمليات الإرهابية، وأخيرا هي يعني أزمة الكورونا. السياحة كانت في تراجع وتقهقر متواصل، وخاصة سنتين 2020 والسنة دي 2021. يعني السياحة أصبحت قطاع منكوب بكل أتم معنى الكلمة، والمستقبل مناش متفائلين إلى حد الآن، لأن المؤسسات السياحية أصبحت هشة من الناحية المالية، من ناحية السهولة والمعاملات. نعم. لهذا فيجب أن الحكومة تأخذ قرارات لفائدة القطاع السياحي، خاصة من ناحية التمويل والقروض. أها، ما حجم التمويل برأيك الذي تحتاجه السياحة في تونس للعودة إلى معدلاتها الطبيعية؟ والله أنا أقول إجمالا يجب تقريبا 4 مليار دينار تونسي، أي ما يقابل 2 مليار دولار أمريكي، أولا للصيانة وارجاع الاسطول الفندقي الى ما كان عليه من ناحيه الخدمات ومن ناحيه الجوده. ثم هناك قروض وسيوله للتكلفه الشهريه بما فيها الاجور وخلاص، يعني كل ما تحتاجه النزل من معاملات مع المزودين خاصه، وكذلك لخلاص فواتير الطاقة من ماء وكهرباء. طبعا نحن نقول على النزل الفنادق، لكن نريد أن نعرف منك سيد عفيف فيما يتعلق بالفترة التي شهدت فيها تونس بعض العمليات الإرهابية، ثم انتعشت لفترة من هذه العمليات، ثم جاء فيروس كورونا. ما هي نظرتكم أو رؤيتكم لهذا القطاع في الفترة الأخيرة أو في الفترة المقبلة، خاصة بعد القرارات التي اتخذها الرئيس منذ يومين؟ أنا نعتبر أن السياحة في تونس عندها مستقبل زاهر. لأن تونس من الناحية السياحية عندها ثوابت تاريخية وجغرافية ما عند حتى بلد ما عدا مصر أم الدنيا. فمثلا الثوابت التاريخية تعرف هي قرطاج. قرطاج هي في تونس. نعم. وتونس أعطت اسم إفريقيا، لأن تونس في لحظة كانت اسم إفريقية. صحيح. وتونس هي في بلاد القيروان. من ناحية الجغرافية أحنا تونس مهما كانت البلدان الأوروبية فهي تقريبا على ساعتين ونصف من ألمانيا، من فرنسا، من إنجلترا. يعني فما قرب جغرافي يخلي أن السواح تتوافق إلى تونس بسهولة. نعم. تونس السياحي هو القطاع السياحي هو المحرك الأساسي للاقتصاد التونسي، وهو خاصة السياحة هي تصدير على عين المكان. طبعا تونس جميلة والسياحة فيها مهمة جدا، ونتمنى طبعا نتمنى أن تعود إلى معدلاتها قريبا جدا.
برأيك يعني ومع وجود كل هذه القيود بسبب كورونا، إلى أي مدى يمكن أن تعود السياحة إلى وتيرتها، خاصة في تونس التي تشهد الآن يعني أزمة ربما تنتهي في وقت قصير أو قد يطول، لا نعلم. صحيح، هو شوف راهو الأزمة السياحية هي أزمة عالمية. وتونس ما تنفردش في الأزمة هذه، لأن العالم الكل اليوم هو تحت وطأة فيروس كورونا. فعندما ينتهي فيروس كورونا في العالم ستعود السياحة تدريجيا في تونس وفي العالم. لأن المشكلة مش متعلقة بتونس برك كبلد مضياف للسياحة أو تستقبل السياح، لكن كذلك متعلقة بالبلدان اللي يعني يجيو منها السياح. ولهذا المشكلة في تونس هي مشكلة عالمية، وتونس تنخرط في هالمنظومة العالمية. طيب أسأل، وأن السياحة سترجع 2022 أكيد 2023، وخاصة إذا كان أزمة كورونا انتهت وهذا تنتهي بعملية التلقيح. يجب أن نصل في تونس أن نلقح الشعب التونسي كله في 3 أو 4 أشهر المقبلة. إذا كان وصلنا لحد ذلك فنأمل أن هنا أن تكون هناك يعني انتعاش للسياحة من سنة 2020، لكن نرجع إلى مستوانا المعهود في عام 23-24. شكرا جزيلا على وجودك معنا عفيف كشوك، رئيس المرصد التونسي للسياحة.